اهلا بكم في الجزء الخاص بالجينكنز جيت جيت هاب اند مافن. الحقيقه في الجزء ده هنتعلم مع بعض اول حاجه ازاي نعمل انستول للجيت والجيت هاب بلوجنز على الجينكنز سيرفر، بعد كده ازاي نعمل انستول للمافن بلوجنز على الجينكنز سيرفر، بعد كده هنعمل مع بعض مافن بروجكت، هنشوف فيه الانتجريشن ما بين الجينكنز والجيت والجيت هاب والمافن، وازاي نقدر ان احنا نكلون سورس كود ونعمل له بيلد وانستول ورن من خلال المافن جوب. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل تريجر لجينكنز جوب اوتوماتيكلي من خلال الجيت هاب ويب هوكس. اخر حاجه هنتعلم ازاي نبعت ايميل نوتيفيكيشن بعد اي بيلد ما يتم على مافن جوب معينه. الحقيقه الجزء ده هيكون جزء براكتيكال، هنشوف فيه مع بعض الفلو ده. هو فلو هيكون اوتوميتد وفلو مهم جدا. انا عندي هنا بيبدا من الديفلوبرز الموجودون عندي داخل الشركه. بعد ما بيعمل الديفلوبر او مجموعه الديفلوبرز امبلمنتيشن او كودنج لفيتشر معينه طالبها البيزنس او تشينج معين، بيعملوا بعد كده بوش للسورس كود بتاعهم على الجيت هاب اللي هو الكلاود ريبوزيتوري بتاع السورس كود بتاعي. تمام، الجيت هاب هنعمل كونفيجريشن عليه ويب هوكس بحيث ان اي تشينج على السورس كود يحصل يبعت على طول اوتوماتيكلي نوتيفيكيشن للجينكن سيرفر. الجينكن سيرفر هنعمل عليه مافن بروجكت او جوب بحيث ان هي تنفذ مجموعه الخطوات دي ورا بعض. الجوب دي هتكون تريجرد اوتوماتيكلي من خلال الجيت هاب ويب هوك. اول حاجه هتعملها من خلال الجيت بلوجن هتعمل تشيك اوت او كلون للسورس كود بكل التشينجز اللي حصل لها كوميت او بوش. بعد كده تاني خطوه في المافن جوب باستخدام المافن بلجن الجينكنز هيبدا يعمل كلين وبيلد وتست وباكج وانستول للسورس كود بتاعي. كمان هنزود خطوه ان احنا هنعمل رن للسورس كود عشان نتفرج على الاوتبوت هيكون طالع عامل ازاي. اخر حاجه هنبعت ايميل نوتيفيكيشن بعد البيلد ده هون ما تم، هنبعته لمجموعه معينه هنحددهم من الريسيبينتس، وكمان هنقول فيها الستيتس بتاعه البيلد هل هو سكسس او فيلد. جزء مهم جدا، جزء فيه اوتوميشن من اول بوشنج للسورس كود الى ان راننج ونشوف الاوتبوت بتاعنا، وكمان نوتيفاي ريسيبينتس بالبيلد اللي تم اوتوماتيكلي والستاتس بتاعته. خلونا نشوف مع بعض في مجموعه السيشنز اللي جايه ازاي هنطبق الكلام ده هوت مع بعض عمليا.